صباح الخير. أي دواء في الدنيا ممكن يعمل حساسية، حتى دواء الحساسية نفسه. جهاز المناعة بتاعنا العجيب الغريب وسبحان الله هيسيب المرض ويسيب كل حاجة ويروح يهاجم الدواء اللي انت واخده على أساس انه جسم غريب أو مادة غريبة دخلت الجسم. 5 لـ10% من الناس اللي بتاخد أدوية ممكن يجي لها حساسية من أي دواء في الدنيا، حتى لو أعشاب. حتى دواء الحساسية نفسه ممكن يعمل حساسية. هيجي لك بعد كام ساعة المريض يقول لك عندي هرش، عندي حبوب في الجسم، عندي بداية سخونة، عندي ضيق في النفس، عندي دموع في العين، عندي سيلان في المناخير، عندي أي حاجة ممكن تعمل الكلام ده. الحالة الطارئة بتاع الموضوع ده اسمها صدمة الحساسية. حالة جديدة جدا من ضيق النفس، الاحتقان في الزور، السداد في التنفس، آلام في البطن، دوخة، غثيان، مغص، تقلصات، وممكن يدخل في كوما أو غيبوبة. قلنا أي دواء ممكن يعمل حساسية، بس الحاجات المشهورة إيه؟ المضادات الحيوية البنسلين، أدوية المسكنات زي الأسبرين وأدوية المفاصل وأدوية الركب والحاجات دي كلها، أدوية الكانسر الكيماوي، أدوية الصبغات اللي بتتاخد عشان نعمل الإشعاعات على الكلى أو على غيره. ودي بتعمل حاجة اسمها شبيه الحساسية. أدوية الروماتويد والأمراض المناعية. بس بكرر، أي دواء في الدنيا ممكن يعمل حساسية، حتى دواء الحساسية نفسه. في معظم الأحوال بنقول للعيان كمل الدواء بتاعك لو الموضوع بسيط وشوية هرش بسيطة أو حكة بسيطة، وكمل الدواء بتاعك وممكن أضيف له أو أزيده دواء للحساسية مع العلاج. ده في معظم الأحيان. إنما لو الموضوع معروف 100% إنه عنده حساسية من دواء معين وخده عن طريق الخطأ إنه ما قالش للدكتور، بنمنع الدواء دوت من حياته خالص. العلاج بتدي حاجة للحساسية، بتدي إبر كورتيزون، بتدي إبر للحساسية. قد يتطلب الأمر إن أنت تدي كريمات عشان التهاب الجلد، وفي بعض الأحوال طبعا مع توقيف الدواء الأساسي اللي عمل الحساسية، وفي بعض الأحوال اللي هي فيها صدمة الحساسية ديت حالة طارئة تستدعي دخول المستشفى وقد تتطلب الرعاية المركزة لإنقاذ حياته وتعويض الصدمة اللي حصلت معاه اللي هي هبوط حاد في الدورة الدموية، وبنحاول نديله قد إنعاش للتنفس لو الجهاز التنفسي أو القصبة الهوائية والرئتين مقفولين تماما. بعض النقط المهمة اللي لازم أقولها لكم. 1، هكررها للمرة الثالثة، أي دواء حساسية ممكن يعمل حساسية، حتى دواء الحساسية نفسه. أي دواء في الدنيا، أعشاب، غيره، الصبغة اللي بناخدها عشان نعمل إشاعات، أدوية هيربال، أدوية أعشاب، أي شيء ممكن يعمل حساسية. إذا عرفت وتأكدت 100% إن عندك حساسية من دواء معين، قول لأي مكان تروحه إن عندك حساسية عشان يسجلها في الملف الطبي بتاعك، وامنع الدواء ده نهائي. إذا جالك حساسية خفيفة وإنت بتاخد علاج لأي مرض عادي طارئ مزمن والحساسية خفيفة، كمل على علاجك. وممكن إذا كان عندك أي حاجة من مضادات الهستامين بتاعت الحساسية خدها احتياطي، لأن ساعات جهاز المناعة بيعدل نفسه وبعد فترة بتختفي الحساسية، أو بعد استمرارية الاستخدام بتختفي الحساسية.
وانت بتاخد اي دواء ما تحطش في بالك موضوع الحساسيه، لان لو هيحصل لك حساسيه ممكن تحصل من دواء خدته قبل كده وما عملكش حساسيه. الادويه الضروريه خدها عادي، انما في ادويه ميجر نحاول نبعد عنها دايما زي البنسلين، السلفه، مضادات الالم الشديده، او مضادات او مكونات الاسبرين بجرعات عاليه، وطبعا الأدوية الرئيسية اللي ما نقدرش نستغنى عنها إذا كان كيماوي في علاج الكانسر، و أو الأدوية اللي بناخدها لعلاج الأمراض المناعية. أتمنى لكم كلكم الصحة والسعادة، وموضوع في غاية الأهمية بنشوفه كتير في العيادات اليومين دول، حبيت أديلكم هنت صغير عنه. في الحالات الطارئة كلم بسرعة الإسعاف، اجري بسرعة على الطوارئ عشان ما تكونش صدمة حساسية، ودي قلنا بتيجي مع أدوية معينة وشديدة زي البنسلين والحاجات اللي قلنا عليها. إنما لو حساسية خفيفة ممكن تنتظر لتاني يوم وتراجع الدكتور، وممكن قبل ما تروح للدكتور تكون انتهت. توقع طالما بناخد، ودي حاجة طبيعية إنها ممكن تحصل لأي حد في الدنيا. أتمنى لكم كلكم الصحة والسعادة، ما تنسوش لايك، سبسكرايب، تفعيل جرس، وأشوفكم دايما على خير. سلام عليكم.